ندخل على الناس السرور، نزرع بساتين وزهور، ننشر أمان. أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس. مهارات كثيرة يكتسبها الإنسان لا يجدها لا في أروقة الجامعات ولا حتى في التلفزيون أو اليوتيوب أو أي مكان آخر. إذا ما نزل إلى الميدان وشارك في أعمال تطوعية قد لا يكسب مثل هذه المهارات. الجميل في التطوع أنه يعطي شعور بالعطاء وحب الخير للناس. في فائدة دينية، في فائدة مجتمعية، في فائدة نولج تتعلم أكثر وأكثر. العمل التطوعي يخلي الشخص في المجتمع يحس بإحساس الآخرين. أنا حقيقة كثير من الأشياء اللي استفدت منها في بيئة العمل بدأت من البرامج التطوعية. طاقات المجتمع الكامنة والخبرات الموجودة، وهذه نجدها في التطوع بشكل واضح، وإنجازات المتطوع قد تضاهي إنجازات الموظف في بعض الأحيان. فعلى المستوى الفردي، على المستوى الاجتماعي، على المستوى كذلك الوظيفي، التطوع بيفيدك بإذن الله عز وجل. أثر التطوع علي أنا بالذات، على شخصيتي أنا، تمثلت في قضية الحب والعطاء والاستمتاع بالحياة. طبعاً الفضل لله أولاً وأخيراً، ثم للبرامج التطوعية والبرامج الاجتماعية في صقل المهارات الاجتماعية والقيادية في شخصيتي. حقيقة التطوع أعطاني مساحة لإبراز وصقل الكثير من المهارات اللي يعني أخذناها في دورات تدريبية واللي قرأتها وسمعت عنها. التطوع أتاح لي فرصة لممارستها في الميدان عمليا وتنميتها في شخصيتي. التطوع لكل من لم يتطوع سابقا قدم لي خدمات كثيرة جدا للأمانة. بغض النظر عن الفئة المستفيدة من نوع أو شكل العمل التطوعي، لكن على مستوى الفرد أو مستوى الشخصي لي كسرت حواجز كثيرة من الخجل، كنت أعتقد أن في يوم من الأيام ما حقدر أكسرها. تحس أنك بتسوي حاجة بتنفعك دنيا ودين. يعني إذا قامت الساعة وفي يد أحدكم يعني فسيلة فليغرسها إلى آخر لحظة في حياة الإنسان، يعني يعمل ويعطي، لأن الإنسان هذه فطرة مجبورة على العطاء. التطوع متاح للجميع، يعني بمختلف الثقافات ومختلف المستويات التعليمية، وسواء كان للرجال أو للنساء أو للصغار أو للكبار. نحن يعني كأفراد في المجتمع نطلب المسؤولية المجتمعية من الجمعيات، من المؤسسات، من البنوك، ونقول فينهم ليس لهم أثر في المجتمع. والواقع نتكلم، لماذا لا يكون أول ابدأ بنفسك، لماذا لا يكون لنا نحن أثر في المجتمع. لا تنتظر من أحد جزاء أو ثناء، وإن كان هذا من أقل الحق، يعني أول الحقوق اللي تقدم لك من جهات مختلفة، لكن لا تنتظر من أحد شيء، اعمل واستمر في عملك، ستجد بعض العقبات أمامك، انطلق. المجتمع في حاجة لكل صاحب خبرة، وبحول الله يكون كثير من الإنجاز. أنا للأمانة أتطوع وما أحط في بالي إيش ألقى مقابل، لأنه هدفي خدمة مكة وأهلها، وطبعا الواحد ما يكتم علم ويحب يكون إيجابي. نحن في مدينة عبدالله الطبية يعني لنا شرف حقيقة خدمة الحجيج والمعتمرين، فكنا نشارك في كل موسم حج في البرنامج الصحي التطوعي في الحج لتقديم خدمات صحية تطوعية في الميدان للحجيج. من منطلق خبرتي المتواضعة في هذا المجال أدعو كل أفراد المجتمع للمشاركة في هذا العمل التطوعي، أيا كان كل في مجاله الذي يبدع فيه. المجالات كثيرة مفتوحة، الداعمين موجودين، الدولة رعاها الله تدعم العمل التطوعي بشكل مؤسسي ومنظم. أنا أحس الجميع أن يجعل له زكاة من علمه ومن وقته، والصحة تحتاج لزكاة، والعلم يحتاج لزكاة، والوقت يحتاج لزكاة. تطوع من أجل حياتك في الدنيا والآخرة. لا أنسى كثير من لحظات الدعاء من الحجاج والزوار والمعتمرين في الأعمال المرتبطة بالحج والعمرة. الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من الذي لا يخالطهم. أجمل اللحظات هي ابتسامة تراها
في وجه العميل الذي تخدمه. ومن أجمل اللحظات الذي وجدتها وجدت الوالد في منامه يبتسم لعمل طلبت فيه وجه الله سبحانه وتعالى وثوابه له. تطوعي صح. تطوعي صح. تطوعي صح. تطوعي صحة. تطوعي صحة.